لك لا ما شفتيهم طالعين بجننوا عن جد، وانا طالعه مثل نجوم السينما. روحي بعدين بنحكي. كنت محتفظه بشويه صور الي وحبيت شوفهم. مفهوم. شو قولي لي، في شي؟ ايه في، لقيت ورقه فيها شي مهم، تشوفيها وتعطيني رايك. شو هالورقة هاي؟ لحظة أنا بشوف. هالضبط سرقة. بتعرفي المشكلة إنها طويلة كتير. أنا رح أقول لك شو مكتوب. هاي الورقة من قسم شرطة بإزمير، بتقول إنه في وحدة عندها نفس الاسم وحتى إلى نفس كنيتك كمان، وبتقول إنه حاولت تسرق محل صايغ وتهرب. هادي أعطيني إياها. لا ترفعي صوتك بوشي. بتعرفي شو ممكن أعمل فيكي؟ مو منو جبتيها لهالورقة؟ نفسه اللي فوتيه لحتى يسرق يا خانم. اسمعي، بابا بوقتها مرض وما كان معنا مصاري لحتى نعالجه، وفياض إجا وقال لي إنه مناخد من عند الصايغ ده وبنرجع له إياه. مو هيك ما رح ينفعوكي، أنا ماني عمك، وحتى هو ما رح يصدقك بعد ما يقرأ هالكلام، لأنه اللي مكتوب هون تقرير شرطة رسمي ومختوم إنك وحدة حرامية. يعني انتهيتي. ليكي والله فياض هو اللي حطنا بشنطاتي، مالي علاقة. خلص يا شاطرة، الكل رح يعرف حقيقتك. انتي انكشفتي. لا عمك ولا سامي ولا حتى سعيد رح يصدقك بعد ما يقرأ هالكلام. اليوم رح يعرفوا إنه انظلموني ودافعوا عن وحدة بلا أخلاق وحرامية. بس رح كون أحسن منك وقول معلش حرام، ورح أعطيكي فرصة تروحي لحالك. معك ساعتين ما في غيرهم، قبل العشاء بتكوني ضبيتي غراضك ونقلعتي لبرا، وإلا رح أفضحك وبتعرفي شو رح يصير إذا عرفوا. بنتي وين حط لك تيابك؟ يي شو القصة؟ ليش عم تبكي؟ شو في؟ لك ليش عم تضب غراضك؟ شو القصة يا سوزان؟ احكي لك بنتي، قولي لي خير، قولي لي شوف ليش عم تبكي. لك شو الموضوع؟ شاهيناز قلعتني من البيت خالي امي. يي هي قلعتك من هون؟ اذا عرف عمك ليقيم قيامتها، شو الشغلة بايدها لتكون؟ فكر البيت بيتها وعم تتصرف على كيفها. صارت تهددني، إذا ما رحت رح تقول لعمي كل شي عني. شو بدها تقول لعمك؟ ليش؟ ليكي أنا لازم روح قبل ما يجوا يشوفوني. رح روح لحالي لأنه ما بتحمل يقلعوني من البيت. خلص لا تردي عليها بالمرة، تروح تشوف عمايلة هالمرة، خلص ما عاد عندها خجل. قليلي مفكرة حالة أحسن من الناس، جاي تكذب عجوزة؟ شو مفكرة القصة لعبة؟ بشو كذبت؟ هي أنتي ما بتعرفي شو الموضوع؟ رح قلك كل شي، بس أنتي سمعيني منيح. أنا بالمطبخ سمعت شاهيناز وأختها زينة عم يحكوا، ولو تعرفي شو كانوا عم يحكوا مع بعض. يا لطيف يا لطيف، القصة إنه شاهيناز كانت عم تقول سوزان بغرفتها أمينة؟ إيه بغرفتها. وين بدها تكون بهالوقت يعني؟ قولي لا تجي تتعشى معنا، حرام تنام جوعانة. ها ليكا. أنا إجيت عمي. أهلين حبيبتي. من الجوع رح أطلع بالسفرة. شاهيناز على فكرة دقتي الأكل اليوم طيب ما هيك؟ كتير طيب عوافي. كنت حابة أورجيكم شغلة قبل ما نبلش عشاء. رح جيبها وأرجع، ما بتأخر عليكم. يا ترى
شاهناز استني. إذا مفكر رح تضحكي علي بكلمتين وفريون، أنا عطيتك فرصة وضيعتيها. أنت اللي فتحتي هاد الباب، حابة هني يقلعوكي من هون مثل ما بدك. استني لحظة، في شي حاببتك تعرفيه قبل؟ أنت مو حامل وكذبتي عليهم؟ يعني عمي وسامي كمان قدرتي تضحكي عليهم، وكمان زينة أختك هي الحامل والصور إلها. شاهيناز لا لا، شاهيناز يا ربي، شاهيناز 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 شبه شلون وقعت شاهيناز؟ يا ربي دخيلك، كنا واقفين على درج وفجأة دخلت وقعت لحالها من فوق. شاهيناز ردي علي، شاهيناز سامعتيني؟ شاهيناز شاهيناز يا بنتي حبيبتي، شو صار لسوزان؟ انت منيحة؟ يا الله دخيلك، ردي يا بنتي. تمام سامي. خلص انتوا لا تخافوا، انا رح اخذها على المشفى. خلص يلا اتركوني سامي، خلص اهدى، ما في داعي نروح، انا منيحة بس ما فيني شي. بس لا تنسي انك مانك لحالك، لازم نطمن على الولد كمان. يا الله البيبي منيح منيح، من شوي حسيته تحرك، اطمن. يا بنتي اذا ما بدك تروحي على المستشفى منخلي الدكتور يجي لهون. بلا ما نزعج حدا بهالوقت بابا. اي ازعاج هذا يا شاهيناز، مو هاي شغلته، هلا منتصل فيه دغري. يلا قوموا. لا سامي لا، انا منيحه ما في داعي. يا الله يا شاهيناز، ليش عم تستهتري هيك بالموضوع؟ كيف وقعتي شلون؟ طلعت على اوضتي جيب شغله، ولما صرت بنص الدرج حسيت. سامي والله والله انا ما عملت لها شيء. ويعني انت ليش بدك تعملي لها شيء؟ حسيت بدوخه وفجاه وقعت على الدرج. الظاهر انه نزل ضغطه. يلا روح اعملي لها عيران. ماشي. لا ما في داعي هلا، ما فيني اشرب ونفسي عم تلعي، بدي اطلع على اوضتي. ماشي شوي شوي لكان، قومي شوي شوي. يلا يلا يا على مهلك، قومي على مهلك. يلا رح ساعد على مهلك، قومي معي. يلا شاهيناز ايوه على مهلك يلا شوي شوي، رح صير احسن اذا نمت. ماشي تعالي على مهلك. انتبهي، منيح ما صار شيء، نحن لازم ندفع صدى أمينة، بكرة عطي مصاري لشي محتاج. حاضر. عمي أنا بقدر روح نام؟ ايه روح انتي كمان يا بنتي، خفت كتير. تصبحوا على خير. وانتي من أهله. سامي شو عم تعمل؟ هدول التياب ما بنام فيهم بالتخت. مو مشكلة هالليلة، تعالي تعالي يلا تعالي على مهلك. وقفي حاسة بوجع أو مغص؟ لا بس إيدي عم توجعني مو أكتر. متأكدة؟ شوفي معي مسكن إذا بدك فيني أعطيكي حبة، بس بجوز المسكن إنه ما يفيدك هلأ. أصلاً لأني حامل ممنوع أخذ أدوية. الدكتور ما عطاكي دواء مشان هالحالات هي؟ ما عطاني وما له لزوم أصلاً، إذا ارتحت ونمت أكيد الصبح ما رح يكون فيني شي. طيب حبيبتي الصبح لما نفيق منروح على الدكتور فوراً، سمعتيني؟ ماشي؟ سامي خليك، كنت بدي روح على الحمام بس. مساك ايدي، خليك لا تروح. ماشي حبيبي. لا تتركني وتروح لحتى نام. جنبك انا، اذا بدك بضل قاعد جنبك هون للصبح كمان. مرعوبة كتير. ليش؟ خايفة اني افقدك. في اشي يوم الصبح وما لاقيك جنبي بالتخت. ماشي
ولا يهمك، لأنه نحن رح نضل ننام جنب بعضنا طول العمر، وعن قريب رح يكون ابننا معنا كمان.